والله العظيم بنضلنا من المي المالحه بيجي شهر وشهرين بنضلنا من غير ميه، والمي الحلو برضه نفس الكلام، مرات بنشحد على الدور وما حدش بضل يعطينا. غلا ما جوزي بروح يجيب الدابه من عند اي حد بيعبي لنا برميل وبنمشي حالنا فيها. كوب 2 شيكل يعني بيطلع لنا 36 وبرمشنا ممزوع يعني كمان في الشارع. يعني من وين اجيب له؟ والله العظيم اولادي مشتهين الشكل بياخذ ما بياخذوه. كل طفل حقه يعيش في بيئة آمنة ونظيفة، وهذا هو الهدف الرابع للخطة الاستراتيجية لليونيسيف واللي بيشاركوا فيها الاتحاد الأوروبي في مبدأه. كل العالم صارت تعرف الوضع الاقتصادي الصعب اللي بنعيش في قطاع غزة وخصوصا على الأطفال، لكن اسمحوا لي أوضح لكم صورة الوضع بالأرقام. نسبة البطالة في قطاع غزة هي 53.7% وهي أعلى معدل بطالة في العالم. 80% من السكان اعتمادهم الكلي على المساعدات الإنسانية، 10% فقط من الأسر اللي بتصلها المياه الصالحة للشرب. هذا الوضع بيأثر بشكل كبير ومباشر على الأطفال. إذا لم يتم الاستثمار السريع في قطاع المياه في غزة، ممكن القطاع يكون غير صالح للحياة الآدمية. عشان هيك دعم الاتحاد الأوروبي مشروع تحت المياه في جنوب قطاع غزة اللي بتنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية. المشروع كبير وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بإنشاء محطة تحلية تصل قدرتها الإنتاجية إلى 6000 متر مكعب من المياه يوميا. أيام قليلة بتفصلنا عن تشغيل المحطة بكامل طاقتها لتكون قادرة على تلبية احتياجات 250 ألف نسمة في مناطق جنوب قطاع غزة. سلام.